نذكر نبذه بسيطه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذا الكتاب رحمه الله، الشيخ محمد ولد عام 1115 في بلده العينه وهو تميز بالعلم وبالحفظ وكان عنده حافظه قويه تميز عن جميع اقرانه في ذاك الوقت فجد في العلم ثم ايضا ذهب الى الحجاز وإلى اليمن وإلى البصرة لكي يتعلم ورجع بعد ذلك إلى والده في العيينة ثم أيضا تعلم من والده ومن جده والد قاضي وجده من العلماء من كبار العلماء في ذاك الوقت ثم ذهب إلى ابن عمر وحاول أن يتحالف معه ولكن حصل اختلاف بينهم ثم ذهب إلى الدرعية وتحالف مع الشيخ مع الامام محمد بن سعود فكان الفتح العظيم الذي فتح عليهما في نشر هذه العقيده والذي كان سببا ولله الحمد لقيام الدوله السعوديه الاولى ومن بعدها استمرت